لا لا بس مختصر مفيد اذا بدك تبلشي تسجلي من هلا. بلشنا؟ نعم بلشنا. طيب يتم اختيار المشروع باحدى الطريقتين، يا اما بنختار موقع مميز وبعد التحليل بنشوف يعني بنشوف شو المشاكل اللي في الموقع وبعدين الموقع بفرض حاله وبفرض انه شو لازم ينعمل فيه، او بنكون محددين المشكله وبنصير ندور على موقع مناسب بزبط في حل هاي المشكله. هلا بدنا نشوف الحالات الدراسيه اللي وكيف حلوها الطلاب. بنبدا في المشروع الاول اللي هو كان بال 2018 قبل سنتين، كان الحكي عن المقابر بعمان. فهون عم نحكي عن مشكله بالنسبه لي، كان عندي ثلاث طلاب بلشوا من مشكله انه المقابر فيها مشاكل. خلينا نحكي شو المشاكل يعني حددوا المشكله، بعدين كل واحد اخذ موقع لحل مشكلته عشان مشروع التخرج. فالمثال اللي بدنا نحكي عنه كان مشروع تالش الباية، وسمته استعادة المقابر داخل مدينة داخل مدينة عمان. فمن خلال طرح تالا كان انه بتحكي انه المقابر داخل المدن، المقابر المركزية اللي بتصير زي مقبرة سحاب او مقبرة المقابر الكبيرة مش هي الحل، لانه المدينه بتضل تتوسع وكل ما كبرنا المقابر يوما ما ستاكل يعني صراحه تصفي جزء من المدينه. فكل ما كبر حجم المقبره اذا ما انحلت مشكلتها بتصفي مشكل مضاعفه. فمن هون كان طرح تالا انه بدها تعمل بدها تشتغل على تو ليفلز، على المستوى الاربن على المستوى الحضري، والحكي انه المقابر المركزيه ليست الحل، انما انه لازم نعمل مقابر جزء من المدينه، وتشغل المقابر انها تكون فراغ ايجابي مش فراغ سلبي، لانه هلا المقابر لما كانت تنترك بالمدينه وتصفي بؤر فساد عم بتصفي. فعلى على الاربن ليفل انه لازم تصفي جزء من الاربن كونتكست والتخطيطي. على الاركيتكتشرال ليفل غيرت التايبولوجي تبعت المقبره نفسها، فيعني راحت هلا بنشوف الحل المعماري تبعها. بس هي هاي انه بلشت من مشكله وكيف طريقه حلها، بعدين اختارت موقع هذا السايت اناليسيس. اخر شيء اختارت موقع بالكرسر واضح، هذا يحكي لي اذا الكرسر مبين، الماوس مبين. مبين دكتور. طيب فهذا الموقع كان بالسويلح، مقبره الشركس اظن او الشيشان بالسويلح. فبعد ما حددت المشكله ودرست المشكله وبلشت تتوجه انه حل، صارت تدور على موقع مناسب اللي تعمل فيه الفكر تبعها كيف بدها تحله. فزي ما بنشوف المقابر كانت فوق الارض، فهي بلشت تحكي انه تحت الارض سوري، فهي بلشت تحكي انه المقابر بدنا ننزلها تحت الارض ونستخدم سطحها كنيبرهود بلازا، يعني تصفي المقبره هي حديقه. كانوا متأثرين شوي بدراستهم بألمانيا بالسنة الرابعة، فكانوا دائما يلاقوا إنه في مقابر جزء من الأحياء وليس مقابر مركزية على أطراف المدن. وعشان تشتغل المقبرة عشان تكمل فكرتها المعمارية كانت تضيف هذا الجزء اللي هو اللي سمته الاتكية. كان الطرح المعماري إنه بدها تجمع القبور وتعملهم ستاكينج فوق بعض وتستعمل سيفهم، يعني هذا بصفي جزء هذا تحت الارض واللي فوق الارض يستخدم كبلازا او كحديقه لكل حاره. وعشان يشتغل المشروع بدها تضيف هذا الجزء اللي هو الذكيه، عشان فكره انه الميت بيعطي بعد ما يموت، انه المقابر بتقدر تعطي مش بس تاخذ، يعني المقابر بتاخذ الميت بس اغراض الميت ممكن يعملوا لنا تكافل اجتماعي من خلال هاي الذكيه، والمقبره نفسها نستخدم سطحها على المستوى الارمن. هذا الحل المعماري سريعا. هلا بدنا نعرض الحلول. في الاتكية وفي بيت الدفن بيشتغل فراغ وسطي بين الاثنين، وفي الحديقة والقبور اللي هي الجزء الرئيسي. في جريد ماشي مع الاربن كونتكست مع الكونتكست اللي حواليه، وفي الجريد الثاني ماشي مع الشارع، حطهم عن بعض وعملت بيت الدفن بالنص اللي بيشتغل بربط بين الاثنين. هيك صور سريعة للمشروع وكيف حلته. بدناش ندخل في الحل المعماري بس بدنا نشوف كيف مشروع التخرج من وين ببلش وكيف بوصل.
أهمية الموقع واختيار الموقع دائما. هاي النتيجة النهائية للمشروع كانت. ركزت كثير على الحل المعماري إنه دفن بالطرفين وبالنص في فراغ الزيارة للقبور. كريديز مختلفة، جامع اللي أضافته اللي هو عشان طقوس الجنائزية اللي بتصير. فهي الفكرة كلها إنه الناس بدفنوا أقاربهم في الحارة نفسها، مش ضروري يروحوا لمناطق برا المدينة. تالا فازت في عدد من المسابقات، منها المركز الثالث في التخرج وآي سستين في أكثر من مسابقة، وهلأ مرشح أنها تفوز في جائزة تانية كمان. المثال الثاني اللي بدي أحكي، هلأ ننتقل لاختيار موقع. فهون في طالبتين اشتغلوا بال 2016 على المصدر اللي هو السايت، هذا الموقع اللي هو عند مقابل المركز حسين الثقافي، مقابل الساعة الدائرية اللي هو عند الستريب الثقافي في راس العين. هذا الموقع اللي هو عند مدرسة اللاتين ومدرسة الوردية. بعد تحليل الموقع وبعد سايت أناليسيس كامل، الطالبة الأولى اللي هي كانت نور مرجي كانت لقت إنه المشكلة الأساسية في الموقع اللي هو التعليم، لأنه في جبل النظيف كانوا يقابلوا الأولاد الصغار وكانوا يشوفوا شو مشاكلهم. ففي واحد من الأولاد حكى لها أنا مشكلتي إنه ما بعرف إنجليزي، وكل مرة بروح على المدرسة الأستاذ بضربني، فصار عنده نفور من المدرسة لأنه بعرفش إنجليزي وأهله بعرفوش إنجليزي، بعرف مش عارفين يعلموا إنجليزي. فالفكرة بلشت إنه لازم نعلم الأولاد هدول، فإنه مركز تعليم. بنفس الوقت الطالب الثاني كان ساندرو سنوبر، كان في مخيم لاجئين فلسطينيين انفورمال ريفيجي كامب النظيف، فكانت تلاقي انه المشكله الرئيسيه اللي هي حست فيها او تفاعلت معها انه الشباب مش عارفين يعبروا عن ذاتهم. فكان بالنسبه لها انه بدها مشروع يحكي مع مخيم اللاجئين ويعطي فرصه للشباب يعبروا عن ذاتهم. فزي ما حكينا نور مرشي طلع معها مكتبة حضرية ومركز تعليمي Urban Library and Learning Center. هاي الموقع إذا بنشوف هاي الساحة الدائرية وهذا الحفرة اللي هي جنب المدرستين هدول. هذا الموقع بلشت نور إنه المشكلة الرئيسية كانت في التعليم، ضعف التعليم والمناهج. ولأنه الموقع كان في قد هائل، فهي قررت إنه تعمل تعيد الجبل كما كان وتحط المركز التعليمي والمدرسة أو المكتبة تحته. فهذا القطع التمثيل للموقع، فاللايبرري إجت تحت وظل الدرج يشتغل، كملت الجبل كما كان وأعادت الطبيعة كما كانت وعملت على ظهرها الببليك سبيس اللي هو رجعته للمدينة، فراغ للمدينة ومتنفس للمدينة. هلا بنشوف رسماتها والتكنيكال درونجز تبعونا. على اذا بدي يعني اذا بدي احكي عن هذا المشروع بالذات، عظمه هذا المشروع كان تواضعه، بحيث انه دائما كانت الكومنت تبعت الجوري ممبرز انه اول ما يتفرجوا انه وين المشروع، المشروع دايب ما كانش مبين يعني. يعني هذا مش ضروري دائما المعماري تو شو اوف ويشبه، اندماج المشروع هذا مع الكونتكست اللي حواليه ويشتغل انه كمتنفس للمدينه هو اللي خلاه مشروع كثير مميز. اذا بنشوف التكنيكال درونز، هذا السكشن ببين انه سطح بل بيشتغل كبلازا للمدينه. نشوف هون وعلى ظهر الدرج دائما كان في اكتيفيتيز، مرات كثير بكون ريليتد للاكتيفيتيز اللي بتصير جوا وشيء ثقافي يعني. هذا البوستر اللي سلمته نور بالنهايه. ونور فازت مركز اول في كل المسابقات اللي شاركت فيها، وكان مشروع كثير مميز واخذت جوائز محليه واقليميه وحتى انترناشونال، يعني لافارج مسابقه انترناشونال وكثير مهمه، قيمة جائزتها مهمة. فمشروع نور كان كثير مميز، ورغم انه ما كان مشروع تشبيحي او مشروع استعراضي.
بنفس الموقع زي ما نور اشتغلت انه لقت انه التعليم هو المشكله الرئيسيه، ساندرا كان بالنسبه لها الاكسبريشن سيلف اكسبريشن هو المهم والتعبير عن الذات. فهاي اشتغلت مكتبه، ثانيه اشتغلت مدرسه كاريكاتير. بلشت ساندرا بتحكي انه بدها تعطيهم لسكان المخيم والموقع والستريب الثقافي اللي تحت، تعمل مشروع يعمل لينك بين هدول وهدول بحيث انه تعطيهم سلاح يحكوا فيه. بلشت تحكي جرافيتي، بعدين لانه الجرافيتي شوي غريب عن سكان المخيم فراحت للغه اللي اقرب لهم اللي هي مدرسه كاريكاتير وناجي العلي. ناجي العلي كان هو رمز المشروع اللي هو بيعبر عن نضال الشعب الفلسطيني فربطته مع المخيم. هذول كان السكتشات الاوليه المشروع انه كيف بدها تربط جبل النظيف مع الاستراب الثقافي اللي تعت من خلال هذا المشروع. يعني هي كل القصه انه كانت شايفه الاولاد اللي هناك مش عارفين يعبروا عن ذاتهم فبيتجهوا لاساليب عنيفه واساليب ايجابيه، فهي بدها تحول طاقتهم لطاقه ايجابيه. فطلع المشروع انه وسمت المشروع ناجي، ناجي من نجاء وناجي من ناجي العلي. هذا اللينك من فوق لتحت، هذا الموديل فوق جبل نظيف، وخلت بقى تركت كل السايت كحديقة مرة تانية للسكان جبل نظيف، والبلازا اللي تحت على اتصال مع ساحة دائرية والستريب الثقافي. بحب أحكي عن النيتنس تبعت الدروينج تبعت ساندرا. ساندرا يعني من أكثر الرسومات بلاقيها أناقة كانت في مشروع التخرج، يعني رسوماتها كثير نظيفة وكثير مرتبة وأنيقة. الواجهة والسكشنز، واجهات ومقاطع. هذا الجزء اللي عند طال يشتغل لجبل النظيف، والجزء السفلي اللي تحت اللي بيعرضوا فيه أعمالهم. يعني هاي المدرسة اللي هي بنفسها بتشغل ممر بيقدروا يمروا الناس خارجي أو داخلهم، على سواء على الحيط الداخلي أو على هون تنعرض الأعمال ديجيتلي. هو ممكن يعرضوا هون على هاي الساحة اللي هي شوية هذا الجزء الأقرب لجبل النظيف واستعماله من سكان جبل النظيف. هذا الستريب اللي ممكن أنزل منه وأكمل نزولاً يعمل لينك بين المخيم فوق وبين الساحة تحت. شوتات انتيرير، هذا البوستر اللي سلمته برضه ساندرا للمسابقات. ساندرا حصلت على مركز تقديري من نقاط المهندسين وكانت ضمن اللونج ليست لجائزة التميز. مشروع ثالث برضه لساتنا بنحكي هلا عن اختيار موقع. أظن كل المشاريع الثانية ظلت اختيار موقع لأنه بال 2018 بلشنا نختار مشكلة. بلشت من المقابر وبعدين كان في السنة بعد اشتغلوا على سجون. بس هلا برضه كمان الكيسز الثانيه راح تكون عن اختيار موقع. اللي بتعرفوا الجوره في وسط البلد اللي هي عم نحكي عن شارع قريش هون، هذا شارع طلياني اللي هو شارع البالي معروف، هذا شارع الامير محمد. فهون في منطقه غاطسه تحت الارض اسمها الجوره، فعليا هي لوزاره الاوقاف بس بعد ما عملوا تحليل جيد للموقع، يعني كان تحليل عميق جدا، لقوا انه كثير في بؤر فساد في الموقع. بس كان في مشروعين، كان في مشروع الاول اللي هو مشروع افنان برقاوي، كثير كانت متاثره ب وقتها الأمانة أزالت أصحاب البسطات من المنطقة بشكل عنيف وصار في مظاهرات وصار في مشاكل، فكانت كثير متعاطفة مع أصحاب البسطات وقررت تعمل مشروعها لأصحاب البسطات، يعني بدها تعمل إشي للبسطات. بنفس الوقت كانت مشكلة اللجوء السوري إلى الأردن في أوجها، فالطالبة كانت رجينا النصراويين كانت بدها تعمل إشي له علاقة باللاجئين ومحاولة إدماجهم بالمجتمع المحلي الأردني. فطلع المشروع الأول مع أفنان برقاوي، كان يعني عم نحكي عن نفس الموقع، واحدة عملت مشروع للاجئين واحدة عملت مشروع لللوكلز أصحاب البسطات. كل واحد حسب تحليله للموقع ورؤيته
ماذا يناسب هذا الموقع. فأفنان عملت خان عمان وكان السلوغن الرئيسي تبع stitching the pockets. هدول المنظر الرئيسي اللي كان بأصحاب البسطات، كان دائما تحكي إنه الأمانة ما تضبط، الأمانة خربت بيتنا، رجعوا لنا بسطاتنا. هذا كله من السايت أناليسيس بالفصل الأول وتحليل الموقع والانترفيوز. اعتمدت الفكرة الرئيسية عند أفنان على تأمين ممر مشاة يخدم أصحاب البسطات، ويعني اللي طلعوهم من هذا الشارع بدأت ترجعهم بدأت تعملهم للشارع، بس هذا الشارع عملته للمشاة ولا منشوف كيف الحل المعماري، وتركت الساحة الجورة تشتغل كمتنفس للمدينة مرة تانية، زي ما المشروع اللي قبل كان إنه تركوه متنفس. دائما لما نشتغل في urban context مهم نفكر إنه منيح نبني فيه ولا مش منيح نبني فيه. يعني إذا الفراغ متروك وعم بشكل متنفس، إذا بنينا فيه هل عم نعتدي على المدينة ولا منساعد المدينة؟ فمشروع أفنان كان ببساطة لينك بين جبل تاج وشارع الأمير محمد مروراً بموقعها. يعني هي ما اشتغلت في الموقع، هي اشتغلت عمودي على الموقع بين 3 بوكيت تاج أشرفية. فإذا بنشوف هاي الجورة فهي عملت لينك عمودي عليه وتركت الجورة على يعني اشتغلت في الجزء السفلي من الشارع، فعملت هنا أسواق على المستوى السفلي وتركت الشارع على نفس الليفل يشتغل برضو كربط بين الشارعين. فظل هذه منطقة حضرية مفتوحة للناس وفيها سانكن بلازا تحت، وعملت اللينك تبعها هذا اللي عم نحكي عنه هو اللي هو هذا البار، هذا اللي بيمثل 3 ليفلز هلا بنشوفهم. زي ما عم نحكي انه هون ضل صار دكاكين على مستوى البيسمنت، على المستوى الارضي صفت ساحه بلازا مفتوحه للجمهور، وهدول الثري ليفلز اللي هي ضفتهم اللي كان الجزء العمودي هو هذا البار. فعلى اول ليفل عملت ممر مشاة يعمل لينك، فالناس بتنزل من الجبل بتمشي بهذا اللينك وبتنزل على شارع امير محمد. من جزء يعني من السايت اناليسيس كانت تحكي انه في ولد كان دائما يخاف يقطع الشارع الثاني عشان يوصل عند دكانة أبوه، فكان عندها هاجس إنها بدها تأمن له ممر مشاة. في هذا الممر مشاة رجعت أصحاب البسطات اللي أزالوهم من هون، فرجعتهم هون. وعشان يحيي المشروع يصافي سيلف سستيند وشغال، عملت مشاغل بالجزء الوسطي عشان يبيعوا أغراضهم بهذا المحل، والجزء العلوي حطت عملت منامات السياح اللي هو وان ستار هوتيلز او الخان كان انه بيجوا التجار بتكونوا فوق وبرضه بضاعتهم تحت، بس بدناش نحكي انه كان في صبل بالاخر. فالجوره سوق بسطات مشاغل يدويه والمنامات، as simple as that يعني ببساطه انه في بار في 3 ليفلز وفي لينك مع الشارع السفلي. زي ما بنشوف هذه منسوب التسويه هنا، منسوب الغاطس، هذا منسوب الشارع، بعدين بنطلع على ممر مشاة مشاغل منامات. هذا الممر المشاة في البسطات، هذا من جهه الامير محمد. هاي نايت شوت لطيفه عملتها بتفرجي كيف اتصال جبل مع الشارع مع الجوره مع شارع الامير محمد. عايشه أفنان فازت بالمركز الثاني بالجائزة العمرانية CSBE، والمركز الأول في مسابقة نقابة المهندسين. في نفس الوقت رجين نصراويين على نفس الموقع أديك عملت خان وعلاقته مع البسطات، رجين عملت مخيم لاجئين Vertical Refugee Camp نتيجة شو عم بيصير في المنطقة في ذاك الوقت. على تركت نفس الشيء، تركت الساحة مفتوحة وعملت سنتين بلازا تحت، وأضافت مشروعها على الجزء الخلفي هون، عملت الـ Refugee Camp. لأنه هيك من تحليل كان إنه UNHCR بيستقبلوا اللاجئين لمدة 6 أشهر، بأهلوهم بعدين بسكنوهم بطلعوهم بسكنوهم. فكانت فكرة رجينا من تحليل الموقع إنه وسط البلد 80% منهم الطوابق العلوية فاضية، فهي بدها تجيب اللاجئين وتأهلهم وتعيد يعني لمدة 6 أشهر،
بعدين تسكنهم في الطوابق الفيكنت في الطوابق في البلد في الطوابق العلوية الفاضية. فكان في اللاجئين والمجتمع المحلي وهي المنطقة اللي بتفاعلوا فيها. فالمجتمع المحلي زي ما بنشوف هون كان في أهاوي ودكاكين للبيع من السكان الأصليين من اللوكلز. وهذا الفيرتيكال ريفيجي كامب فوق في سكنوا تحت في اليون اس سي ار مكاتبهم. تحت في جاليري بيحكي قصة اللاجئين واللجوء، وهي منطقة التفاعل بين الاثنين بين اللوكلز وبين اللاجئين. فحولت الموضوع اللاجئين من مشكلة لحل، رصيف وساحة والبلازا. مقاطع والواجهات ايديز رجينا ما فازت بشيء. بال2014 كنا بال2013 احنا فعليا انتقلت الكامبس الجامعة الألمانية من المشقر، نقلوا كلية العمارة لوسط البلد لجبل عمان. فمن خلال النقلة هاي كان في شعور انه لازم ينعمل اشي في المنطقة. فكان معي 6 طلاب، 6 اشتغلوا على المنطقة نفسها، وكل واحد طلع في مشروع. فناس اشتغلوا على موقع محدد، ناس اشتغلوا على كل الشارع، بس كل واحد منهم طلع في مشروع. الطالب هيثم الكردي عمل مركز ريادي للحرف اليدوية، لانه الشارع هون كله هذا الشارع كله نجارين. فبلشت القصة انه بده يكمل هدول، ومن خلال تعاملهم مع الجامعة يعمل دكاكين ويعمل مركز ريادي للحرف اليدوية ديزاين، انه بتصمم بالجامعة وبهدول بنفسه، وبيصير فيه بيع وانتر اكشن مع اللوك الكوميونيتي. فمنحي المنطقة هاي صور للشوء كان انفل بين الشارعين. هيثم فاز بالمركز الأول في مسابقة نقد المهندسين. بنفس الوقت فاز الريحاني ركز على بيت إبراهيم هاشم اللي هلأ فعلياً صار جزء من الجامعة، بس قبل ما كان وسع واستعمل سطح المكتبة عشان يوسع الشارع وتصفي أنذر إيربن بلازا، والمشروع كله يصفي تحت البلازا، ويعمل لينك بين درج سجل أو الدرج الشماسي اللي بتسموه، ويطلع منه ويكمل فوق ويكمل صعودا إلى هاي إلى شارع الرينبو. باسل فاز بالمركز الثالث مسابقة النقابة. سالي عودة عملت student center، كانت حاسة إنه الجامعة ينقصها student center ومدخل، فهذا كان intervention تبعها إنه هذا هون بريت إبراهيم هاشم، فكملت هذا الجزء وعملت هون لينك بين الشارعين ندخل منه على الجامعة وعلى السنتر. بنشوف تنوع إنه كل واحد من الستة عمل إشي، البقية ما عرضتهمش. آخر مثال أظن هلأ بدنا نصفي إنه في 2013 قبل ما ينقلوا سوق الجمعة من العبدلي لرأس العين، كان معي 6 طالبات والستة اشتغلوا على سوق الجمعة، وطلع 6 different projects completely different projects. كل واحد من تحليله للموقع شو اللي فهمه وكيف، يعني كل واحد بيشوف مشاكل أهم من الثانية حسب وجهة نظره. احنا اخترنا هذا الموقع، بعدين كل طالب طلع معه، وكان اسم المشروع تطوير منطقة سوق الجمعة، يعني هيك بدون تطوير وجه عام. سارة قطة عملت تكية العبدلي، يعني كان مشروع كونتينرز وعملت تكية بالعبدلي كونتينرز أركيتكتشر. فهي مشروع كان إنه خلت سوق وتكية فازت سارة بالمركز الثالث. بنفس الوقت زميلة كانت صوفين سلامة، كان الإشي الرئيسي اللي أثر فيها لما كانت تروح على سوق الجمعة وتشوف قديش في diversity باليوزرز تبعون أو الناس اللي بتيجي أو بتبيع في سوق الجمعة، فقررت من خلال هذا السوق بدها تعمل سمته آي عمان Anthropology Center للعماني experience، إنه بدها تدرس
العمانيات من خلال هذا الموقع. فعملت مشروعها تحت وخلت السوق يشتغل بالمره على سطحه، وكل جزء من هون بده يدرس شيء من العلوم الإنسانية. صفين أخذت جائزة تقديرية من نقابة المهندسين. بنفس الوقت ليان جلاد كانت كثير متأثرة بالأجانب اللي بيجوا على السوق، وبنفس الوقت علاقته مع جبل الويبدة، فقررت تعمل يوث سنتر سمته اكسشينج كلتشرال اكسشينج اربن كلتشر. هذا الحل المعماري، بس هي اصلا كانت انه يوث كلتشرال اكسشينج سنتر، بيجوا الطلاب بالتبادل الثقافي، بتعملهم منامات في الجزء العلوي وبيضل السوق شغال بالجزء السفلي تحت. الدايفرسيتي هي اللي كانت انترستينج، انه كل واحد يطلع بمشروع بيست على تحليله الشخصي هو. هاي الرسوم شو ليان، زي ما بنشوف انه طلابي دائما كانوا يفوزوا ويحققوا مراكز. وفي احد السنوات اخذنا جائزه المشرف المثالي من تميز. شكرا لكم. بقدر الخص الحكي انه يا بنختار موقع مميز كثير وبعد سايت اناليسز بنطلع في مشروع، او بنحدد مشكله ونصير نشوف السايت المناسب لحلها. وعاده بكون في مشكله بهاي الفتره. يعني هاي الفتره شو المشكله الموجوده؟ اللي هي الكوفيد. قبل كم سنه كانت مشكله الدواعش والفكر الداعش والمناهج. قبلها بكم سنه، يعني كل سنه بكون في إشي بتاثر على توجه الطلاب العام. فيعني انا بتوقع انه بهاي السنه نشوف كثير مشاريع عم تحكي عن الاوبئه وعلم الاوبئه وكيف ممكن ما بعد الكورونا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يعطيك الف عافيه مهندس سائر. اهلا وسهلا مهندس سائر. اهلا وسهلا. احنا قاعدين نسجل المحاضره فعادي ما عندك مانع؟ لا لا ابدا ما في مشكله. تمام تفضلي المايك معك. اول شيء شكرا مهندس سائر على يعني البرزنتيشن اللطيف. طبعا نهنئكم على الجوائز وال وهلأ طلابك يعني طبعا المتميزين، وحلو انه نشوف هيك variety of projects فيهم حس بالمسؤولية الاجتماعية اكثر مما هي فرد عضلات. ويعني انا مش عاملة محاضرة، انا بس هيك عندي 2 slides I want to share them with you، وبدي ارجع اكد بعدين على اللي حكاه ثائر. obviously أنا وياه we come from the same school أو background خلينا نقول. بس حدا يقول لي إذا أنتوا شايفين ال screen تبعتي؟ شايفين. okay. أنا بس بدي أحكي إنه كتير مرات بنكون يعني بنروح على الجامعة، أنا يعني regular visiting juror، و كثير مرات بنفقس أول أهم إشي لازم الطالب يكون عنده بهاي المرحلة، إن كان بالثيس بكل المراحل، يعني مش حكي مش بس على التخرج، إنه لازم يكون في عنده passion الطالب و commitment، لأنه هدول اثنين هم اللي بيطلع معه نتيجة الطالب. أوكي، إذا هذا الشغف مش موجود صراحة أنا يعني من أول ما ببلش يحكي إذا حسيت إنه الشغف مش موجود I lose interest، يعني لأنه أحس إنه يا يعني عمل بقفى إيده يا بس عم بيسوي عشان يخلص ويتخرج ويعطيكم العافية. يعني ما لازم يكون attached to the project. أوكي، الإشي الثاني اللي طلع له كمان مهندس تائر انه يكون المشروع، هلا انا عم بحكي ان جنرال يعني منه لطلاب الثيسز ولطلاب جميع الطلاب، حتى لو معنا في طلاب سنوات اصغر خلينا نقول، بس للثيسز وللمشروع التخرج انه انا مع مدرسه انه نلاقي مشكله ونحلها
وكثير مرات أنا مع أكثر من إنه المشكلة تخص الطالب. إذا المشكلة كانت تخص الطالب أو he feels connected لهي المشكلة، بصير ساعتها عن جد الباشن عنده بترتفع، بصير غاية المشروع بترتفع عنده، بصير عنده أهمية المشروع مهمة، وبيكون عنده دافع يقنع الناس بالمشروع أو بفكرة المشروع. لأنه إذا أنت ما عندك دافع تقنع الناس بالمشروع وتبيعهم المشروع صح، ما صفي زي كأنه أي إشي على ورق محطوط. فsolving big societal problems اللي هي ممكن تكون climate، ممكن يكون أكل، health, energy, social or territorial cohesion، زي ما حكى ثائر هلأ عندنا الكوفيد واللاجئين العنف، يعني في كتير مواضيع وكلنا عم نشوف هاي المواضيع وكلنا عم نتأثر منها. فإذا كان المشروع نابع من أي هاي المشاكل فساعتها بصير في يعني هدف للمشروع أكتر. أنا مع، يعني برجع بكرر، فائر حكى جملة حلوة كتير عن مشروع نور مرجي، قال عظمة هذا المشروع هو تواضعه، وأنا ببصم 10/10 على هذا الحكي. لأنه architecture is not about making beautiful buildings or saving the world، وما مش رح نطلع سوبر هيروز، ولا هو مشروع التخرج هو مش عشان نعبي بوسترات وتكون فخمة كتير وغرافيكلي مخيفة. No, it's about finding balance between social concern and architectural articulation. إحنا بدنا نحل المشكلة نفس الوقت نكون architect، نكون واعيين إنه هذا المشروع هو يعني أول إشي بنسويه. ويمكن حتى أقول لكم إشي، ممكن مشروع التخرج هو آخر مشروع بتسووه بحب لأنه بعدين بصير الموضوع كتير عادي، يعني إلا إذا كنتوا كتير محظوظين. architect أو المشروع كله it requires social consciousness and awareness of what is going on in the world. لأنه إحنا إذا مغمضين ما رح نلاقي هاي المشاكل، إذا إحنا كنا واعيين رح نفهم إنه وين المشاكل، رح نحل المشاكل. ومشروع التخرج مش فانتسي، المشروع لازم زي ما قلنا إنه يعني ممكن يكون هاي أنا ذاكري هون إنه such as lack of affordable housing in the house، يعني قصدي إنه مش ضروري يكون COVID related أو environmental مشاريع كبيرة، لا ممكن كمان يكون بسيط وبحاكي المشاكل المجتمعية في مدينتنا في حياتنا العامة. يعني إنه مثلا إحنا بنعرف إنه هلا affordable housing بالبلد عنا يعني عم بتقل، فممكن نلاقي حل لهاي المشكلة. أو إشي من الترندز أنا هلا بس بدي أحكي إنه إيش في ترندز تقدروا تحاولوا تلاقوهم، إنه affordable housing in the city, transformation of vacant buildings such as prisons. هلا في أماكن ممكن تكون تهجرت أوكي وضلت، أو في أماكن حتى حاليا هلا مع الكوفيد، يعني نقدر to relate الكوفيد بالوضع الحالي، إنه في كتير أماكن are functionless اليوم بالبلد. كيف نقدر نرجع نعيد إحياء هاي الأماكن اللي هي مبنية؟ ممكن نعيد ونحافظ على تراثها إذا كان مبنى تراثي مثلاً، ونستفيد منه للمجتمع المدني مثلاً، يعني هيك مثال هلأ إذا في old folks homes, the creation of small scale businesses to support the local economy. Consider the online business and think of optimizing physical spaces. هاي المشاريع بسيطة، يعني أنا هلأ هون كمان بدي أعطي نصيحة للطلاب إنه yes dream big okay، بس خلي المشروع كل ما كان المشروع scale بسيط هدفه وغايته واضح، كل ما كان بيطلع معكم مشروع مرتب. يعني ما تحطوا حالكم في موقف تضيعوا بنص المشروع ويكون هيوج، لأنه وقتكم ضيق، إمكانياتكم
ضيقه وتطور، يعني بتقدروا تدرسوا عليها، بس اذا مثلا مشروع بده شيء كثير كبير وفانكشنز والى اخره، ساعتها ما عندكم وقت لا تتعلموا شيء جديد ولا تجربوا شيء جديد ولا تو ديزاين سمثينج نيو، يعني سمثينج بيج. فخليكم متواضعين وصغار، دريم بيج بس ميك ات سمول، حجموا المشروع، يعني مش ضروري يكون الاف الامتار. ودائما create sensory experiences, spaces that incorporate intuition, empathy, atmosphere that support mental health. يعني دائما لما انا بقول انه حجموا حالكم اصغروا شوي، ال personal experience في المشروع كثير مهم. لما انت تدخلني في journey واقدر انا اعيش all my senses through this experience, through this journey in one of the project, or اطلع عليه واحس بشيء، هذا الاحساس هلا مبدئيا هو كله مترابط ببعض، لانه هذا الاحساس ما بيكون اذا ما في passion بالمشروع وما في cause بالمشروع، ما في قضيه بالمشروع. فحاولوا لما تعيشوا الناس بهاي الاكسبيرينسز، مشروع لحاله بيقدر يكون ناجح. Go for architecture for humanity, لأنه we are missing it شوي شوي. أنا this is my message for the students currently. المشاريع المميزة دائما بنشوفها اللي عم يعني عم كتير ناس عم ترجع تحكي عنها، هاي بس هيك just a screenshot بفرجيكم إياه، بس إنه تقريبا كل المشاريع بتكون إلها علاقة باللوكال كونتنت، باللوكال ماتيريال، بتحاكي المجتمع المدني العادي البسيط، بتحل مشاكلهم وبتكون منهم مش